ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي نحو 114 طربة لمخدر الحشيش وكميات من مخدري البانجو والهيروين، وذلك خلال حملات أمنية في القاهرة والإسكندرية ومطروح والدقهلية. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفي إطار جهودها لضبط تجار وحائز المواد المخدرة نجحت وبالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن في ضبط 29 لفافة من مخدر البانجو و 114 تربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بحوزة عدد من الأشخاص بالقاهرة والإسكندرية والدقهلية ومطروحة اعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار، إضافة إلى ضبط مبالغ مالية من حصيلة البيع.